لقد أفنت فانتين حياتها بغية تأمين ما يلزم ابنتها من نقود، ولكن ابنتها لم يصلها أي شيء، وها هي اليوم ماضية إلى عملها أيضا. هاي، ما الذي تفعلينه؟ قولي شيئا، هيا قولي شيئا. هاي أنت، أرجو المعذرة. أنا يمكنك الاعتذار جيدا؟ ارفعي رأسك، هيا هيا. كأنها شبح يا إلهي. لا غرابة في ذلك، فلم تذق وجبة دسمة منذ شهر كي تؤمن نقود ابنتها. هيا قفي واعتذري حالا. أرجوك عدها إلي يا سيدي، أرجوك. إذا أمسكت بها سأعيدها إليك. أرجوك عدها إلي، أرجوك. خذي خذي. يا على قساوة قلبيكما، ما الذنب الذي اقترفته؟ كفى كفى. سحقا لك يا امرأة، كيف تجرئين على ضربنا؟ من؟ المفتش جافير؟ لماذا تترك امرأة مجنونة تعبث هكذا؟ ستهدئين داخل السجن وستبقين فيه 6 أشهر. 6 أشهر؟ وماذا سيحدث لابنتي إذا دخلت السجن لمدة 6 أشهر يا سيدي؟ لقد أسأت إلى رجل رفيع المستوى، وعقوبة ذلك 6 أشهر في السجن. أرجوك اسمعني يا سيدي، أنا لم أقترف ذنبا، كل ما حدث أنني تعثرت فاصطدمت بهما. أنا امرأة مسكينة، لقد سخر مني ووضع الثلج في ظهري. أرجوك يا سيدي، ستعرض حياة ابنتي وحياتي للخطر، أرجوك. هل انتهيت؟ هيا تقدمي. أتوسل إليك. النجدة، ساعدوني. انتظر أيها المفتش. دع هذه المرأة وشأنها. ماذا قلت؟ لقد سمعت قصتها من هؤلاء الناس. الذنب ليس ذنبها، بل ذنب الشابين. كلا، لن أفعل ذلك. نعم، لماذا؟ الأسباب لا تهمني، لقد اعتدت هذه المرأة عليهما، والجريمة جريمة مهما تدنت في الصغر، والقانون لا يعرف الاستثناء. سألقي القبض على هذه المرأة، وأظن أن ذلك واجبي يا سيد. إني آمرك بصفتي محافظ البلدة أن تدعها وشأنها، أتفهم ذلك؟ ليس لي خيار. أي اذهب اذهب. حسنا، طالما هذه هي الأوامر يا سيادة المحافظ. عفوا. إنها محمومة، يجب أن أستدعي لها الطبيبة حالا. أخذها جان إلى منزله حيث نامت لعدة أيام وكأنها في غيبوبة تامة، فقد تضاعف مرضها واشتد عليها بسبب الجوع والبرد. هل تحسنت حالتها؟ لا شك أن هناك طفلة ترغب هي برؤيتها. لقد أوصت برعاية طفلتها لإحدى العوائل، يجب إحضارها فورا. هذا ضروري يا دكتور. طبعا ضروري جدا. يا لتعاسة حالتها. في الحال كتب جان رسالة إلى العائلة يطلب منهم إحضار كوسيت إلى منزله، وقد ضمن رسالته مبلغ 200 فرانك نظير رعايتهم للطفلة. شيء محزن، يا للمرأة المسكينة، لقد عانت الأمرين بغية تأمين حياة كريمة في هذا العالم القاسي، وأنا أكثر الناس علما بطعم الحياة الأليمة التي عاشتها. ليتني أستطيع أن أساعدها. ماذا؟
لقد كسرت عجلة إحدى العربات وهي على أرض موحلة، واحتجز سائقها تحتها، وهذه الحادثة ستغير حياة جان فالجان. صدري! لقد تصدع صدري! النجدة! النجدة! أغيث! أحضر الرافعة! هيا! لن تكون هنا قبل 10 دقائق، فالحداد بعيد جدا يا سيدي. أفرغوا حمولة العربة! لا، إن أي حركة خاطئة ربما تقلب العربة وتودي بحياة سائقها. الأمر يزداد سوءا، العربة تنزل في الوحل. هيا! وتسارعت الأحداث، فإذا ما تركت العربة تغوص هكذا فلسوف تأتي على حياة السائق. فلينزل أحدكم أسفل العربة ليرفعها، سأعطيه 100 فرنك فعل ذلك. فلتكن 200 فرنك. 300 فرنك. 400. مستحيل، أتظن أن أحدا منهم يملك تلك القوة؟ طبعا واحد فقط يتمتع بتلك القوة، ولكنه مطلوب للعدالة، واسمه جان فالجان، ويعرفه الجميع بالمدية الحديدية. وبهذه اليدين سأمسك به وأقدمه للعدالة، فلن يستطيع أحد غيره مساعدة هذا المسكين، فقط جان فالجان. وعاش جان فالجان لحظات عصيبة. كان عليه أن ينقذ الرجل العجوز، ولكن كيف؟ كيف له أن يفعل ذلك دون أن يكشف عن حقيقة هويته؟ كلا، لن يستطيع. وماذا عن تلك المرأة المسكينة فانتين؟ إنها على فراش الموت، ويجب أن ترى ابنتها كوسيت للمرة الأخيرة. والآن أينقذ السائق أم يساعد فانتين وكوسيت التي لم يقابلها حتى الآن؟ لا بد من اتخاذ القرار، ولكن أي قرار؟ ساعدوني أرجوكم، ساعدوني أرجوك. سيموت هذا، سيموت. هاتوا أي شيء، ضعوا أي شيء هنا تحت هذه. هيا بسرعة، هيا. هيا ساعدوا، 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 هيا